بك معنا دكتور سيترمان. نبدأ بأسواق العقارات يعني المحلية ومن قطر ننطلق. ما هي أبرز المحطات التي مر بها هذا القطاع خلال العام الماضي وما هو المرتقب لهذا العام؟ قطر has been stable. كانت قطر في حالة مستقرة، هي لم ترتفع كثيرا أو تنخفض كثيرا، فكانت هناك سياسة مالية توسعية من قبل الحكومة باتجاه توسيع القطار غير النفطي. 46 مليارا خصصت للمشاريع في هذا العام 2017، المطارات، مرافق، طرق، وهذا الأمر ينعكس مباشرة على القطاع العقاري، سواء المساكن أو المكاتب أو حتى المتاجر العقارية. إذا نظرنا إلى قطاع السكن ارتفع 5%، وهذا العام من المتوقع أن يشهد استقرار داخل 5%. هناك فائض في معروض المكاتب من جهة أخرى، وبالتالي إيجارات المكاتب تتراجع، وخاصة في بعض المناطق التي نجد أن هناك معروض وفير في بعض المساحات. بالنسبة للقطاع العقارات الجارية، هناك 3 مولات جارية ستبنى، هناك 3 مولات كبيرة. هذا الأمر سيخلق مساحات تجارية إضافية. بالنسبة للفنادق، هناك 9500 غرفة إضافية افتتحت العام الماضي، وهناك توجه مشابه لهذا العام. إذن بالإجمال هناك استقرار، لكن هناك احتمال لبعض التراجع بسبب وجود فائض في المعروض في كل المجالات في قطر. طبعا هنا أتحدث لربما سيد رهبان، يعني لمسنا بعض التراجع في قيمة العقارات في مدينة دبي، إلى أي مدى يعني نستطيع أن نقيم هذه التراجعات الحالية، وهل هي ستستمر إن كان على صعيد مدينة دبي أم على الإمارات بشكل عام؟ مرت الإمارات باضطرابات في السوق العقارية. العام الماضي حصل هبوط واضح، فشركات الإنشاء لم تكن قادرة على سداد ديونها للمصارف في بعض الحالات، وهناك العديد من الزبائن الذين أرادوا إعادة هيكلة ديونهم. هناك فائض في المعروض، وهناك استقرار في السوق التجاري، وبالتالي هناك تدفقات نقدية محدودة في قطاع الإنشاء بسبب ضعف الطلب. لكن في الربع الأخير، ولنتذكر أنه في الربع الأخير من 2016، من أكتوبر 2021 فصاعدا، حصل شيء من الزخم الإيجابي، وكانت هناك استثمارات أجنبية قدمت إلى القطاع العقاري، وخاصة بعد البريكزيت في بريطانيا، ورأينا زيادة حقيقية في الجانب السكني وكذلك في جانب القطاع التجاري في مجال التجزئة. إذن بالإمارات أو بالأحرى دبي تراجعت، بينما أبو ظبي هناك استقرار سواء في القطاع السكني أو التجاري أو المكتبي. ليس هناك هبوط أو صعود، بل شيء من الاستقرار. أما بقية الإمارات فقد مرت بفترة فيها شيء من الاضطرابات في هذا المجال. نعم، قد يكون السوق العقاري السعودي الأكثر تحولا بالفترة الماضية دكتور سيترمان، مع العديد من الإجراءات التي نشهدها من وزارة الإسكان، وأيضا توجه البنوك لعمليات تمويلات بالنسبة للأفراد الباحثين عن السكن. برأيك الخطة التي تم القيام بها مؤخرا بإنشاء هيئة للقطاع العقاري، إلى أي مدى ستعزز من نمو هذا القطاع وتضعه على الاتجاه الصحيح والطريق الصحيح؟ 2017 بالنسبة للقطاع العقاري السعودي هو عام واعد جدا، ولا شك في ذلك، لأن الحكومة تجري عملية تحرير للأسواق في عدد من القطاعات، سواء في أسواق رأس المال أو القطاع العقاري، أو حتى هناك دخول لعناصر جديدة، وهناك رغبة في تأمين مساكن للسعودية أو للسعوديين. إذا نظرنا إلى الأشهر 9 الأولى من العام الماضي، رأينا العقارات في السعودية دخلت إليها أعمار سكوير، وعدد الفنادق لم يزداد، والوضع مشابه في الرياض.
إذا لم يحصل تحسن كبير في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، لكن إذا نظرنا إلى الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي حصل ارتفاع مفاجئ، والحكومة شددت على برامج الرعاية الاجتماعية بما في ذلك الإسكان، وهذا الأمر سيطلق موجة إيجابية. فالحكومة أو الموازنة الحكومية السعودية لهذا العام هي أفضل موازنة في الخليج، وهذا الأمر سيزيد من حجم التفاؤل بخصوص القطاع العقاري السعودي تحديدا. لربما كل دولة خليجية تختلف عن الأخرى بسبب كل المعطيات من دولة إلى أخرى، ولكن ماذا عن القطاع العقاري إجمالا حول العالم؟ هل ما زال يعتبر الوجهة الاستثمارية الأفضل في ظل الظروف الحالية؟ إذا نظرنا إلى الأوضاع المالية في العالم نجد أن هناك الكثير من المقامرة، وخاصة أن هناك سياسات حمائية تظهر وموضوع البريكزيت، وبالتالي القطاع العقاري لا زال قطاعا أساسيا. إذا نظرنا إلى الأسواق العالمية نجد أن أمريكا بلد واعد، والبريكزيت أدى إلى تراجع القطاع العقاري في المملكة المتحدة، والتعرفة الجمركية أثرت عليها، هناك تراجع في سنغافورة، وهناك استقرار في الهند بسبب سحب العملات النقدية من السوق. إذا نظرنا إلى الوضع العالمي لا زال الاستثمار في العقارات أمر أساسي في تنويع المحفظة، لكن يجب أن ننظر إلى كل بلد على حدة لنرى ما هي السياسات التي يتبعها لنحدد مسار القطاع العقاري، وإلا فإن هناك خطر لحصول تراجع في القطاع العقاري. ولنتذكر أن الأزمة المالية العالمية بدأت بتراجع عقاري، وإذا هذا الأمر يحصل إذا لم يكن هناك تحرير اقتصادي مناسب. نشكر وجودك معنا دكتور رهفان سيترمان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة على كل هذه الإيضاحات.